مثل الثاني والعسل رجاها. وين الزينة تقيل وين الزينة تنام تحت ظل وين الشارف ينام فوق نب البصاير تحت ريش النعام. رداها رداها كيف ما رداها طفلة تانية هذه والعسل رجاها. شكرا تذكر جدا والله عرش ما كنت ما كنت فيه انا ما ماشي العرش ابدا اجيبوا الجدار احنا هالبخايل اهل الطلب والكيف اخواننا زوايدي عزيزات اهل الكيف لساتنا اهل الكيف. ليش كانت شتاء وصور مخيفة فكيف بدنا نمشي هي لابسة فستان العرس وانا لابس بدلة العرس. شتاء شتاء مخيف جدا. بهجة التلهوني الله يرحمه كان رئيس محكمة هنيك قائد الجيش كان ابو فاروق سليمان صبحي ومن اصدقائنا يعني معزومين على العرس امي راحوا جابوا 18 عسكري في بنادقهم وجابوا شادر وغززوه هيك صار شادر فوقينا احنا وبيمشوا ويطخوا رصاص يطلع من الشادر والزفي ماشي معاي ابدا. والله يا جدو يمكن هذا علوم الويسكي بالليوان لما تدخل دار الديوان بالليوان هنيك ما كان في فراش الفراش كله هذا علوم الويسكي بالارض. ليش؟ ادمن كب؟ أربع صناديق فتحناها هذيك الأيام ما كان فيه والمسكي 25 قرش بلدني فبعدين بلشنا من الاثنين للأحد الثاني كل يوم عشير نعزمها 84 ذبيحة ذبحتها جابها سمير الحباشي قال هالايام افتخروا على اساس انه والله 15000 16000 العرس مكلف اول كان يكلف اكثر من هيك كيف قال في فلان عنا احنا يعني 84 مرحبا جدا